السلام عليكم، معاكم محمد. النهارده جايين نتكلم على الانتجريشن باي بارتس او التكامل بالتجزيء. خلينا نستنتج الاول الفرميولا بتاعته او الصيغه بتاعته شكلها بتبقى عامله ازاي. لو قلت لك عندي داله اسمها اف اوف اكس، والداله دي مضروبه في داله تانية اسمها جي اوف اكس، وقلت لك ممكن تفاضل لي الاثنين، حاصل ضرب الاثنين دول في بعض، فبتقولي لو جيت افاضل الاثنين كده بالنسبه للدي اكس طبعا يبقى دي على الدي اكس للدالتين دول. التفاضل عبارة عن اني بفاضل الاولى حاصل ضرب الدالتين، بفاضل الاولى كده يبقى اف داش اوف اكس، وبنزل التانية من غير تفاضل واقول زائد الاولى بتنزل زي ما هي، وببدأ افاضل التانية تبقى جي داش اوف اكس. يبقى التفاضل بتاع حاصل ضرب دالتين الاولى في التانية، تفاضل الأولى في الثانية زائد الأولى في تفاضل الثانية. لو قلت لك ممكن تعملي بس تكامل كده للطرفين بتوعنا، الطرفين بالنسبة للدي اكس، تعال نشوف ازاي هنقدر نعمل كده. طبعا احنا عارفين ان التكامل بيطير التفاضل، يبقى ده كده هيتلغي كأنه مش موجود، والاتنين يطيروا بعض، واللي هيتبقى عبارة عن اف اوف اكس مضروبة في جي اوف اكس، يبقى الطرف الشمال هيبقى الناتج عبارة عن كده. طب تعال نشوف الطرف اليمين هيبقى عامل ازاي. هتقولي لما اجي اكمل التكامل طبعا بيتوزع على الجمع والطرح، فهيطلع عندي عبارة عن تكامل اف داش اوف اكس مضروبة في جي اوف اكس طبعا دي اكس، زائد التكامل الناحية التانية هيبقى عبارة عن تكامل اف اوف اكس مضروب جي داش اوف اكس في الدي اكس. يبقى انا كل اللي عملته فضلت حاصل ضرب دالتين، وبعد كده اخدت تكامل الطرفين، التكامل ده طار، التفاضل ده طار مع التكامل، واتبقى عندي الصيغه اللي قدامي. طيب ايه رايك بس لو جبنا، ايه رايك لو جبنا الترم ده كده لوحده في طرف؟ طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هتقولي عن طريق انك تشيل الترم ده كأنه مش موجود. طب هتقدر تشيله ازاي؟ هتقول لي اطرحه، لو جيت اطرح اقول نيجاتيف تكامل اف داش اوف اكس جي اوف اكس دي اكس، اطرحهم الطرفين طبعا، يبقى تكامل اف داش اوف اكس جي اوف اكس دي اكس. لما اطرحه زي ما احنا عارفين الترم ده هيطير مع الترم ده لانهم شبه بعض. تعالى نكتب بقى الباقي ده، هكتبه في الناحية الشمال، يبقى اللي هيتبقى عبارة عن تكامل اف اوف اكس مضروب في جي جي داش اوف اكس دي اكس. يبقى ده كده الترم اللي اتبقى من الطرف اليمين، كتبته هنا بس مش اكتر. نكتب الكلام ده يساوي. طب ايه اللي هيتبقى الناحية التانية؟ زي ما احنا شايفين الترم ده هيتبقى، يبقى اف اوف اكس مضروبة في جي اوف اكس، هنقول ناقص زي ما احنا شايفين كده تكامل، تكامل اف داش اوف اكس مضروبة في جي اوف اكس دي اكس. يبقى دي الصيغة بتاعتنا بتاعة التكامل بالتجزيء. طب في مراجع طبعا بتكتبها بصورة احسن، خلينا نكتبها عبارة عن تكامل. بنسمي عندنا ال f of x دي هي ال u، يبقى ال f of x هي عبارة عن ال u، وال g dash of x دي x هي ال dv. dv كل اللي عملناه هنا، هنقول ان ال f of x هنسميها u، وهنقول ان ال g of x هي ال v. طب تعالى نشوف التفاضلات بتاعتها. لو جيت افاضل كده هلاقي ان الاف داش اوف اكس دي اكس هسميها عندي عبارة عن دي يو، وهلاقي هنا لو جيت افاضل الجي داش اوف اكس دي اكس، تفاضل الجي اوف اكس جي داش اوف اكس مضروبة في الدي اكس، الكلام ده يساوي دي في. اقدر اكتب الصيغة، اقدر اكتب الصيغة هنا بقى، فاكتب ال f of x سميتها u، ال g dash of x dx سميتها dv، واكتب الكلام ده
يساوي، واكتب هنا ال f of x زي ما احنا قلنا اسمها u، وال g of x لسه قايلين اللي هي عبارة عن v، واقول الكلام ده ناقص تكامل ال f داش of x وال dx، الاتنين دول مع بعض زي ما احنا شايفين اسمهم du، فهنكتبهم كده عبارة عن du، وال g of x احنا عارفين ان اسمها دي، وهي دي الصورة بتاعتي أو الصيغة اللي أنا ببدأ أحل بيها التكامل بالتجزيء. خد بالك بقى من معلومة مهمة عشان نبدأ نحل بعد كده مسائل التكامل بالتجزيء. عندي اتنين فانكشن مضروبين في بعض، واحدة اسمها يو وواحدة اسمها دي في. خد بالك إن الدي في دي تكون سهلة التكامل، يبقى أنا مش عارف مين فيهم اللي هيبقى اسمها دي في، هو ما بيجيش يقول لي، بس انا بعرف ان سهلة التكامل هي اللي بسميها دي في، واليو دي هي اللي بيبدأ يحصل لها تفاضل. يبقى زي ما احنا شايفين اللي سهلة التكامل بسميها دي في، واللي بتتفاضل التانية يعني بنسميها اليو. خد بالك ان دي في بتتحول لفي، فعشان كده لازم اعرف اكملها، وبعد كده الدي يو يعني انا بفاضل اليو اوصلها للدي يو، ويبقى هي دي الفرميولة بتاعتي اللي انا ببدأ أحل بيها مسائل الانتجريشن باي بارتس أو التكامل بالتجزيء بتاعي اللي هنستخدمها في أمثلة جاية إن شاء الله. انتجريشن باي بارتس.